يا مساء الفل، يا مساء الجمال، تحياتنا لحضراتكم واهلا وسهلا بيكم وعلى الهواء مباشره. والستات على النهار، الف مبروك لنادي النادي الاهلي، هارد لك لنادي الزمالك. معلش ما كنتش موجوده امبارح، بس كان يستدعي التهنئه لنادي الاهلي. هارد لك لنادي الزمالك، وان شاء الله تعملوا ماتشات احسن من كده، لان الماتش اللي فات ما كانش الزمالك في حالته القوي. هارد لك يا سهير. يا صباح الفل، صباح الخيرات. النهارده اول رجب، كل سنه وحضراتكم طيبين، والنهارده صيام جميل. كل الدعوات ندعي لبعض بظهر الغيب، وربنا يجبرنا دايما ويرزقنا من حيث لا نحتسب. وصباح الفل يا ست مفيده، والتهنئه مقبوله. من اربع ايام يعني 19 يناير حصل حاجه مهمه جدا، لفتت نظر كتير جدا من الناس على السوشيال ميديا. رئيسه وزراء نيوزيلندا اعلنت استقالتها، او كتاب الله القمر دي اعلنت استقالتها. وكانت السبب او القرار في هذا الموضوع انها بالظبط كده، قالوا ان هي قالت ان انا بعاني من الاحتراق الوظيفي. قعدنا نعمل سيرش كتير جدا عن فكره يعني ايه الاحتراق الوظيفي. احنا ما بقيناش فاهمين في حد بالمنصب ده ممكن بالصلاحيات دي يعاني من الاحتراق الوظيفي. ايه هو الاحتراق الوظيفي؟ اكتشفنا ان هو حقيقي مرض يصيب الكثير من الناس اللي هم يعتبروا مدمنين شغل. لما يقولك ده شوب هوليك يعني مدمن، سوري ورك هوليك، ده معناه انه مدمن للشغل. الناس اللي زي دي بيجي لهم النوعية دي من الاضطرابات النفسية، رغم ان الست دي قبل ما تعلن عن استقالتها قالوا لها طب اطلعي اجازة. رجعت من الاجازة اكتشفت ان بسبب الاجازة لا عرفت تخش المكتب، والموضوع زاد سوء، فبالتالي كان السبب كان الـ القرار النهائي بتقديم استقالتها. طيب الناس المدمنة عمل، أنا منهم، مش عارفة دي ميزة ولا عيب، بس أعتقد أن الناس اللي بتشتغل في مهن مش وظيفة، يعني كل يوم عندهم تحدي جديد، كل يوم في شيء مختلف، كل يوم يعني الحياة مش روتينية، أعتقد الناس دول ممكن ما يجيلهمش احتراق وظيفي، ممكن يبقى عندهم أعراض. أنا لما قريت أنا عندي نفس الأعراض دي، ولكن بيبقى عندك تحدي طول الوقت وحب طول الوقت وفكرة الامتنان لمعنى العمل نفسه أو لفكرة العمل نفسه وقيمة العمل نفسه. فقيمة العمل دي حاجة مهمة جدا، وعشان كده الست دي بقى ترند، لان اللي عنده عمل طول الوقت يقول الحمد لله شكرا شكرا الحمد لله شكرا شكرا. لكن الست دي اللي هي قدرت تتخلى عن اهم واعلى منصب ممكن توصل له اي او يوصل له اي شخص، مش بس اي شخص في الحياه، ان هو يبقى رئيس وزراء، يعني رئيس وزراء اللي هو زي رئيس جمهوريه في بلاد تانية، لان في بلاد هم مجلس الوزراء هو اللي بيبقى عنده كل السلطات. فضلت تشتغل علشانه أكيد طول حياتها، عشان توصل للمنصب ده أكيد في رصيد ومجهود كبير، واحترقت هي عشان توصل لكده، فأكيد مش بسهولة خالص تتحرر منه، لأنها بقت قدام. هي ليه اتحررت منه أو ليه أعلنت إن أنا خلاص شكرا مش قادرة أكمل؟ إنها حست إن في خسارة لصحتها، وإن هي شايفة إن سعادتها إنها تبقى إنسانة، مش انها تبقى طاقه وخلصت واستهلكت. فهي واضح انها طاقتها خلصت، فما بقتش قادره تدي اكتر من كده، فوصلت للاحتراق الوظيفي. في اشارات للكلام ده؟ يعني في حاجات تقول لي انا داخله في طريق الاحتراق الوظيفي؟ انا مش هقول لكم، يعني انا سريعا لازم نخش تو ذا بوينت، فنقول ان ايه هي الاشارات لكل صديق او كل صديقه بيتفرجوا علينا، بيشتغلوا بينزلوا الشغل عندهم مسؤوليات. في حاجات تقول انت داخل في الطريق اللي دخلته رئيس الوزراء؟ فيه. اولها ايه؟ اولها فقدان الطاقة. بمعنى ايه فقدان الطاقة؟ بمعنى ان انت من وانت في السرير، وانت في السرير الصبح ومقرر تنزل عندك شغل، انت مش قادر، انت ملكش مزاج نهائي، انت بتخش تاخد دش بصعوبة، بتقرر تلبس بصعوبة،
بتخش المكتب بتاعك او بتخش شركتك وانت بتاخد نفس كده تحس انك نفسك تقيل على قلبك ده كده، عارفين انتوا الاحساس ده اللي هو ما عندكش اي نوع من الطاقه، ما عندكش اي استعداد انك انت تصبح تتكلم مع الناس تقول لهم اخباركم ايه. لازم تاخد وقت طويل شويه عقبال ما تقرر ان انت تفتح مسجز تحتك والايميل بتاعك وتقرر تشتغل. دي من ضمن العلامات المهمه جدا. ايه تاني يا سهير؟ الاحتراق ده مش بس مرض نفسي، هو ممكن يؤدي لاعراض جسديه، الام معده وصداع، دي حاجات ممكن تؤدي الى الوفاه. علشان كده بيقولوا ان من العلامات غير فقدان الطاقه ان يبقى عندك اضطراب في النوم، ان يبقى عندك اضطراب طعام، ان يبقى ما تصدق تاخد اجازه، ان يبقى عندك نقص حافز عن الحياه والشغل. وبيقولوا ان الحلول في الاجازه والرياضه والاكل الصحي. بصوا اكيد اكيد معظمنا ممكن يكون بيعدي ببعض المؤشرات دي، ولكن احنا بنتكلم فلما تبقى المؤشرات دي بتتكرر اكتر من مره، كل يوم كل يوم كل يوم انت ما بتتريق على زمايلك اللي بيجوا بدري وبيشتغلوا وبيفتحوا وجايين ومصحصحين، تقعد تقول ايه يا عم مش اخر الدنيا يعني. عارفين احساس، عارفين لما تخش مكتبك وتحس ان انت عايز تنام، اول احساس يجي لك ان انت عايز تنام، ان انت حتى وانت عندك ميتنج بتقعد تبص انا فاضل لي قد ايه عشان اخلص الميتنج ده، عشان بس هو الاحاسيس دي مهمه جدا انكم تاخدوا بالكم منها. في نقطه لازم ننتبه ليها، ان احنا العمل نعمه، فلو انت لازم تراجع نفسك هل دي حاجات حقيقيه ولا انت اعتدت النعمه اللي هو بيتبطر على النعمه. لا يعني لا لا اعتياد النعمه، او ان انت مش شايف ان دي حاجه مهمه وحاجه كبيره وان انت واخدها انها طبيعي انها بتحصل و و و، دي مشكله لا كبيره جدا. احنا بنتكلم في حد، في ناس بتخلط بينها في حد ناجح. خلي بالك الاحتراق الوظيفي ده مش بيجي لموظف عادي، الاحتراق الوظيفي يمكن احنا دخلنا وسهير قالته في الاول، لازم تبقى ذو منصب، يعني انت شايل حمل كبير، انت حاجه مهمه في شركتك في مكانك، عليك لود كتير جدا، فبالتالي من كتر ما انت بيبقى عندك اللود والضغط النفسي والتقييم المستمر وحواليك ناس محتاجين دعمك، انت في وقت بتقع. هو ده هنا بيبقى الاحتراق. لازم نبقى واخدين بالنا ان احنا مش موضوع ان اي حد موظف حاسس بالاحساس دي، لا يبقى بتتدلع. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الشغل نعمه واللي يكرهها ياما، لكن احنا بنتكلم في لما تكون قائد وشغلتك وتبتدي تحس زي رئيسة الوزراء كده، انا مش قادره اخدت اجازه مش قادره. ليه؟ الست دي حصل لها 1 2 3 من اهمها انها ابتدت تحس بالاحاسيس اللي احنا قلناه واهملت ان هي تلحق نفسها باجازه طويله، ان هي تقفل موبايلها وقت معين، ان هي مش ما تبقاش متاحه في اي وقت هي عايزاه. الكلام ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه للناس اللي ماسكين بوزيشنز اكبر من كده. وكمان الاحتراق اللي هو ما يبقاش عندك بديل وتروح تستقيل، يعني دي تبقى حماقه بقى مش احتراق وظيفي. يلا طيب على العموم احنا هنكمل معاكم الموضوع ده، او يعني هنشوف مواضيع قريبه من فكره الاحتراق الوظيفي ونتكلم فيه ونفهمه اكتر، لكن النهارده حلقتنا مليئه بالمواضيع المهمه، من اهمها طبعا نجمنا الفنان الموسيقار هاني شنوده. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نلتقي بموسيقارنا العظيم ونسترجع معاه اهم ذكريات واهم الحانه اللي عملها و أحب النجوم اللي اشتغل معاهم، مع هاني شنودة بعد الفصل. التالي أعراب الموسيقى الموسيقار الكبير هاني شنودة في ضيافة الستات. واحد من مبدعي مصر، أعماله لا تحصى وموسيقى تسير في أوردة الفن المصري. هو من جعل البيانو ينطق ويتكلم، ولا يتشابه لحن مع آخر ولا جملة موسيقية مع غيرها.
تربط بينها غير أن مؤلفها أخذ عهداً دائماً مع الإبداع بتفاصيله الفنية المتفردة والمتنوعة. إنه الموسيقار الكبير هاني شنودة. ابن محافظة الغربية الذي تربى بين حضن والدته وعودها الذي أطربه، وتغلغل الأحساس في وجدانه مع موالد مدينة طنطا، فتشرب الإنشاد الديني والموشحات الصوفية حتى هوى الموسيقى ودرسها عملاً بنصيحة والده الصيدلية بأن يدرس ما يحب امتهانه حتى صار ملحناً فوق السحاب، كما وصفته النجمة الكبيرة نجاة. شنودة جزء أصيل من القوى الناعمة لمصر، فهو مكتشف المواهب الأول في عالم الموسيقى. هو الذي أطلق الكينج محمد منير إلى النور، ومن أبرز ألحانه له علموني عنيكي. وصعد بموهبة النجم عمرو دياب وقدمه للجمهور، وهو صاحب رائعة أنا بعشق البحر لنجاة الصغير وألحان كثيرة مميزة لنجوم الغناء. قلب الهرسية العجيبة اللي تجنن، إلى جانب التترات والموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، من أبرزها شمس الزناتي، المشبوه، والحريف وغيرها. ولأنه مجدد دائم لشبابه التلحيني، كانت له بصمته في الفرق الموسيقية، فلا أحد ينسى فرقته الأشهر المصريين وروائعهم الباقية، مثل ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راحة، وماشية السنيورة. وتبقى رحلة عراب الموسيقى هاني شنودة كنز لا نهاية له، وعلامة مصرية تعيش أبد الدهر. خمسة وأربعين سنة من النجاح، 45 سنة ويمكن أكتر، بس أنا مش عايزة أكبره شوية. هو يعني صاحب بصمة مختلفة تماماً في طريقة التلحين. في أفلام كبيرة جدا وموجودة في تاريخ السينما المصرية هو اللي عامل الموسيقى التصويرية بتاعتها. هو حد مش عادي، وهو بيعمل موسيقى أغنية أو بيعمل موسيقى أو بيلحن حاجة للفيلم، دارس وعارف هو عايز إيه، وعارف هو عايز إيه من الموسيقى اللي هو بيعملها. سيدنا يكون معانا أستاذ من أساتذة الجيل أو الزمن الجميل اللي ما أعتقدش حد هيقدر يعوضه، الفنان القدير الموسيقار هاني شنودة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أهلا، ونورتنا حبيبي. حدينا جنب اتنين شمس، أنت مش جنب الشمس بس، حضرتك شمس وقمر ونجوم وكل حاجة حلوة. بنجد حيا لحضرتك ولكل المشاهدين، ونشكرك أولا على أن حضرتك جيت لنا وحضرتك تعبان، سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك. وحضرتك أول ما دخلت قلت أنا عايز أتكلم عن الاحتراق الوظيفي اللي أنت كنت بتكلمه فيه. عايز أضيف إن في الناحية التانية happy is the man who loves his work، اللي بيحب عمله ما بيصحى كل يوم الصبح يقول أنا غلطت في إيه بقى أصلحه، أنا هعمل إيه النهاردة أحلى. فدايما في اللي بيحب عمله، وأنصح الناس اللي هي مش بتحب عملها إنها تفكر تاني، لأن أي عمل اتعمل بإتقان بيفرق في البشرية كلها. صح. على فكرة يعني من غير هو ما يحس، يعني أينشتاين وهو بيحط القوانين بتاعت الفيزياء بتاعته دي، هل كان بيعمل ده للناس؟ لا، وقاعد هو قاعد بيعمل حاجة مش عارفها تبقى، لكن تغير كل وهكذا. يعني المهن اللي فيها إبداع وإنجاز
هي ما بتبقاش مهن تقليدية فالناس بتحبها فعندها شغف بيها وعندها إتمان عمل، ما عندهمش احتراق وظيفي. لكن في الأول وفي الآخر حب العمل هو اللي يقدر يخلينا ما يحصل لناش الاحتراق الوظيفي. حب العمل موجود معاك من أول ما ابتديت، يعني أنا بحس إن حضرتك ما تغيرتش من أول ما ابتديت، أنت محب للموسيقى ومحب لمساعدة كل الوجوه الجديدة اللي عندها صوت متميز. لغاية يومنا هذا أنت بتعمل نفس الطريقة. هو ما حدش بيتغير. من أول عمرو دياب طبعًا مع محمد منير وعمرو دياب وكل النجوم الكبار، أنت برضو اللي ساعدتهم للوصول بأغاني أنت عملتها. الحمد لله. لغاية آخرهم الصوت الحلو بتاع أحمد اللي هو المشهور بالنقاش. صح كده؟ مظبوط؟ بيغني كويس قوي؟ هو حضرتك لما قررت تدعمه وتدعم مجموعة من الأصوات اللي هي طلعت وبقت ترند، حضرتك مؤمن بموهبتهم ولا حضرتك يعني إيه الرسالة اللي كنت عايز تقولها لما بتدعم الشباب دول؟ الرسالة إن مصر مليانة مواهب فقيرة في الحظ. فطبعا اذا ما كانش كل واحد فينا ياخد بايد التاني ما تبقاش بلد. يعني هي بلد ليه؟ مش عشان احنا ناس متفرقين كل واحد سلام ونعم، لا، احنا بلد كويسة ومصر من بلاد كويسة جدا. لان في انا عندي حتة تفسر الحكاية دي. ايه؟ في اغنية اطفال بتقول ازرع وردي وفلي واسأل وانت تقول لي احنا بلدنا ايه؟ احنا بلدنا مصر. لما تشوف الزحمه خير على خير على رحمه تبقى الزحمه دي هي بلدنا مصر. فشوف الخير والرحمه دول مهمين جدا جدا لكتب الاغنيه. انا عجبتني بسبب الحته دي وعملناها. انت لسه بتتابع استاذ هاني الاصوات الجديده اللي طالعه؟ اه طبعا. وبتحب تسمع؟ يعني انا اول ما قلت لك على احمد النقاش قلت لي ده ولد صوته حلو قوي. اللي هو تبع يعني ويجز وتبع ويجز واسمع شاكوش واسمع كل حاجه اسمعها عشان ابقى عارف احنا رايحين فين. وانت كنت عايز تلحن لويجز؟ لسه العقد قائم. ليه ويجز بالذات؟ مش بالذات ويجز، لانه رئيس المرحله دي. رئيس. فاذا دخلت في الريس الباقي كله هيعمل نفس الحكايه. وانا عندي بقى مبدا. احنا في زمن ويجز. طبعا. طب وهل حضرتك شايف ان الاغاني المهرجانات بقى صوتها خافت في وجود ويجز واحمد سعد؟ طبعا. هم على فكره وعلى فكره بقت الناس كمان مش هقول اسامي بقى، لكن ايه المرحله بتاعت المهرجانات انا ما كنتش حاببها بسبب الكلام، مش الالحان ولا الالحان ولا ما دام بيرقصوا الناس يا ريت اهلا وسهلا وعلى دماغي. لكن كوني اقول بقى كلام وحش واروج للمخدرات لا، ده ما يخشش بيتنا، يبقى ما يخشش بيت اي بني ادم. فانا كان عندي موقف ضد كلمات المهرجانات. مش المهرجانات. لكن ويجز انت قلت ان هو رئيس المرحله وانت عندك مبدا انك تخش على الرئيس. طبعا. لان طبعا المرحله دي اللي احنا فيها هي مرحله الراب، والراب احسن كتير من يعني لقيتهم ما بيستعملوش الفاظ بايخه او عاريه او كده او كده. فهم ويلكم، احنا نقدر نعمل لهم بقى حاجه ما كانتش في دماغهم. ايوه، ما هو ده اللي انا عايز اساله. لو ويجز انضم للاستاذ الموسيقاري الكبير هاني شنودة، تغير ويجز في ايه او تزود لويجز ايه؟ هقول لك على تجربه عمليه. الاستاذ احمد عدويه حبيب قلبي ده، وزحمه يا دنيا زحمه، كان بيغني يقول ايه؟ اللي انتوا عارفينه. ما تاخدوناش بالشوكه، خدونا من المعلقه. ما بلاش اللون ده معانا. لا دي حلو. يعني ايوه كان في حاجات بس كويس. انا بقى رحت داخل على الخط بزحمه يا دنيا زحمه، اغنيه كل الناس سمعتها كل الناس حبتها، وهو من بعدها ما رجعش ولا مره للكلمات البذيئه، لان هو لقى ان الاغنيه فرقعت من غير ما هو. اصل المنتجين عندهم دايما يقول لك لا مش هتنجح، شوف لنا فنكاعه، شوف لنا مش عارف ايه بتاع الحاجات دي. انا ضد الموضوع ده. طب استاذ هاني، هو انت لما اديت الاغنيه دي لاحمد عدويه انت كنت عاملها لاحمد عدويه ولا ما كانش احمد عدويه المفروض يغنيها؟ كنت عاملها لاحمد عدويه، لان المنتج عاطف منتصر
قال احنا عايزين نتجرب دم جديد مع عدوية. فكانوا مديني ميعاد انهم هيجوا لي. كلمني بالتليفون قال لي احنا بقى رحنا لواحد من الملحنين الشبان وعدوية نزل متضايق وقال ايه ده فاكرني عبد الحليم بيلحن لي حاجه زي عبد الحليم. لا لا لا. فقلت له طب تعالى واحنا هنشنود. قال له انت هروح لعمده الغربي ده انا ما كنتش عاجبني ده مش حاجه تاني. من اقصى اليمين لاقصى الشمال. طيب قال لي فمش هنيجي. طيب خلاص شكرا. فالاستاذ عمر بطيشه اللي هو كان مدير الاذاعه رئيس الاذاعه والشاعر الكبير اللي الشاعر الكبير كان بيزور المنطق وقال له ده كذا كذا حكى له. قال له طب تعالى. كان عندي انا اول مكنه اسبريسو في مصر. اول مره جبتها كنت انت. اصل انا غاوي قهوه. قال له بقول لك ايه ما تيجي نشرب قهوه نسمع برضه يعني ناخد بخاطره وما نضايقوش وبتاع. قال لي متضايق ولا حاجه. انا دايما كان عندي قصه اللي هي ايه؟ اللي ما يعجبكش يا مطرب هدي لفرقتي. ما عنديش خساره. ما انت واخده بال حضرتك ايه؟ بالظبط. الا وانت ما خنتهاش انا فرقتي جاهزه مصريين يغنوا. فقولي الحقيقه لما قولي سمعوا ما بانش عليهم حلوه وحشه. الظاهر انها كانت شوكينج يعني ايه خدوا بس الساعه الا تلت ومعادي معاه 8 لما السكاتي رحت يا سلام ولا عليك. ولا يا سلام عليك يا سلام. وكتير الناس كتير وانا عايزه اهرب. ثلاث ايام وكلمني بقى المنتج عاطف منتصر في واحد حبيب قلبك عايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟ انت مين؟ ايه يا ابو شنو؟ قلت له بقول لك كده قلت ابو شنو ثلاث مره في وشك انت مين؟ قال لي تقفل في وشي ده انا حبيبك عدوية. يا احمد ايه قال لي يا عم بتاع ده اللحن بتاعك ده خارم دماغي انا ما اسمعه اقوم اسمعه طلعه من دماغي يا حبيبي. انا مش فاهم لغه بعيدة عنك. طلعه من دماغي. قال لي نسجله بكره. قلت له لا نسجله انا لسه ما كتبت. قال لي تكتب ايه؟ فرقتي هتخدمك. فرقته هو سميه على السمع. الناس الشعبي ودانهم هايله طبعا ويحفظوا بسرعه ويجودوا اكتر ويعملوا يعني وده بندي بقى فيه. انا كنت دايما اشتغل مع الايه الافرنج الافرنج. اذا صح التعبير حضرتك غيرت عدويه وحضرتك اتغيرت كمان في جزء يعني. لا انا ما اتغيرتش لان هقول لحضرتك بقى ايوه بس عملت حاجه حلوه مختلفه برضو عن بقيه الحاجات. ده كلام مظبوط بس حضرتك بقى كان انا جبت بيس جيتار تحسين يالمر درامز يحيى خليل واو لزحمه يدون يا زحمه وجيتار ليلو دول الافرانك وانا طبعا دول الافرانك والشعبيين بقى اسمه ده سامي البابلي الله يرحمه يعني بقت الناس كلها حسن مسعود الله يرحمه كل لا اظن محمد عصفور يعني انا اختلط على الاسامي ده. المهم يعني كان توليفه ما بين الغربي والشعبي حلو. فطلعت قنبله. النهارده ما فيش واحد شعبي بيجي في التلفزيون الا مع درامز بيس جيتار التوليفه اللي اتحطت في زحمه. حضرتك كنت بتصنع واللي هم وراك. طيب ويجز لما حضرتك قلت ان انا الحن له هو قال يساعدني ونعمل حاجه تليق بينا بس هل حصل يعني الامنيات دي اترجمت لتواصل ويعني واتفاق؟ لا لسه لان ايه من حقه يتقل عليا. يعني ويجز تعلان عليك دلوقتي؟ طبعا. من حقه؟ يعني ايه من حقه؟ ما انا هقول لحضرتك ويجز جميل ما اعتقدش انه لا لا كل الشباب بيعتقدوا ان القدام مخهم مقفل وهم اللي بوظوا الدنيا وهو ده احساس عام على فكره. على فكره ده احساس بس حضرتك مختلف من الاول خالص واحساس مقبول ازاي القدام انت سابق عصرك من البدايه. يعني انا شايفه ان ويجز لازم يبتدي يسرع ان هو ياخد اللي في دماغك. هو بيني وبينك لو لقى ان السيدتين الجمال دول قالوا الكلام ده يبقى يعني لو هو حضرتك مستنيه يكلمك ولا انت بادرت وهو ما استجابش؟ اصل الراجل ده شهره تيجي تكلميه ده في السعوديه تيجي تكلميه ده في الناس المشهوره قوي قوي بيبقى صعب ان انت تلاقي الفرصه كويسه. اولا انا اديتك
كوره في ملعبه، قلت له هات لي الكلام اللي يعجبك علشان اقراه، لو قريته لقيت فيه حاجه كده ولا كده مش هعمل. كويس. وهو ما بيعملش حاجه كده ولا كده الحقيقه، الولد هايل هايل. لكن لو جاب لي كلام كويس هنعمل منطق تاني، اللي هو ايه؟ ازاي التراب والراب ده يتعمل ويبقى فيه ميلودي رومانسي معاه وحد بيغني معاه، نعمل حاجه تغيير. واحنا بالك احضنه ويحضني، لكن مش هنبقى على جفاء اعمل لك ده وتعمل يعني هنطبع مع بعض. طبعا انت ليك استايلك وانا ليا استايلي. ما هو هنعملها اغنيه مع بعض. مش زحمه، انا قابلت عدويه في نص الطريق. برافو عليك. لا هي لا انا اشتغلت على شخصيته ولا سمحت له يتغير على شخصيتي. بس حضرتك في اول الطريق اكتشفت منير او يعني بدايه تجربه منير واكتشفت عمرو دياب، لما هم بقوا نجوم يعني انت بدات معاهم واكتشفتهم وقدمتهم، ثم ليه ما تمش التعاون والاستمرار؟ لا هو في تعاون واستثمار، بس في موضوع برضه حضرتك بس بقى. واحد انا مشغول. اتنين هم مشغولين. دي الناس ما بتاخدش بالها من الحكايه دي. يعني مثلا واحد منير مشغول بانه يعمل عمليه في المانيا في رقبته وكده، الحمد لله جه بالسلامه. الحمد لله وشفناه في السعوديه كويس. الحمد لله زي الفل. كويس. ويشوف اغانيه ويشوف الكلمات ويشوف البتاع، وكل الناس عايزاه يطلع في برامج، كل في زحمه في حياته. وانا عامل حاجه جديده دلوقتي هتعجبكم. عامل حاجه اسمها قافله السعاده. ايه بقى قافله السعاده؟ ده عمل مهم جدا جدا. ده عمل بقى يمكن عشان ربنا يعني يدخلنا الجنه اذا كان ممكن يعني. لا ان شاء الله يا حبيبي. اربع مطربين وانا بالاورج بنروح دور المسنين ودور العجزه ودور المعوقين ودور ودور ودور. حضرتك رائع لان ده وتقعد تغني لهم؟ ونخليهم يغنوا. لا غنوا معانا. شوفي بقى لما يبقى واحده كده على الويلد شير وعماله بقى تسقف يا اغلى اسم في مصر، وهي مش طالعه مصر قوي لكن ده الفكره دي جات لك منين؟ يعني ايه اللي خلاك تعمل الفكره دي دلوقتي؟ والله انا كنت في حالي وكانوا بيكرموني في مهرجان السينما. اوكي. طلعت سلمت، كان واقف ضد مع الوزيره الدكتور فتحي عبد الوهاب. قال انا عايزك يا هاني. قلت له بكره بقى، لان قال لي تعالى بكره. رحت له خير؟ قال لي قول لي انت عايز تعمل ايه بقى؟ حديثا جديد غير اللي انت بتعمله. فجاه لقيتني بقول له الحكايه دي. ان انت عايز تعمل قافله السعاده للمسنين. وقافله السعاده دي انا عرضت الفكره على الدكتوره مؤمنه كامل، لان طبعا هي الطبيبه الجميله طبعا استاذ التحاليل في القصر العيني وست مثقفه ورائعه يعني، مس عليها وربنا يبارك في عمرها. فهي بقى احنا بقى لنا اربع مرات بنعمل في حتت معينه. هي وعدتنا هتبعت لنا دكتور طبيب صغير في السن يقيس لهم الضغط ويقيس لهم السكر. طب ده مش مش ارهاق عليك؟ يعني فكره انك تاخد وتطلع وتروح وهنا مش بس ارهاق؟ اكيد متعه. انا 80 سنه ربنا يديك الصحه. لو قعدت في البيت هموت. ما تشر عليك. لا ما اقصدش، اقصد حقائق الحياه بتقول ايه؟ اشتغل تعيش. ده حقيقي. اشتغل ما تمرضش. اشتغل فانت في حاسس ان ده اللي مخليك تصحى الصبح وتروح وتشتغل، ان عندك حاجه. هابي از ذا مان هو لافز هيز ورك. لا عندك متعه، وده غير المتعه ان ده عطاء انساني انت حبه، يعني انت حابب الفتره دي يبقى فيها الشكل ده، وبتعمل كمان حفلات تانية. بس احنا شفنا لك صوره مع منير، ده تعاون جديد ولا حضرتك عرضت عليه قافله السعاده ولا الصوره دي قديمه؟ والله قافله السعاده احنا اللي مسمينها قافله. قافلة حضرتك كل جمل عليه نوع معين من المرشندايز او البضائع او كده. حتى في واحد محمل ميه بس عشان الرحله رايحه جايه. فقافله احنا مستعدين نضم اي حد. يعني في واحده ست كلمتنا، انا ست فاضله، قالت انا بحكي حكايات ممكن اجي. اهلا وسهلا.
وحد عايز يقدم لهم سندوتشات او حاجه حلوه او بتاعي يتفضل. انا يلا احنا مره نروح مع حضرتك. انت عملت انت وليفا الصوره بتاعت انت ومنير دي من قريب؟ كانت سهير بتسال. لا دي بعد ما جه. ايوه دي انا بلعب على البيانو وهو بيغني علموني عينيكي. والصوره دي بعد ما هو جه من المانيا والحمد لله صحته بقت مجهوره وانا رحت. بس هو ساكن في حته بالليل ما فيش حتى كلاب يعني ولا اتخضيت يعني وانا مروح. يعني حضرتك بتروح تفتكر ذكرياتك معاه علموني عينيك دي من الحاجات الاساسيه لمحمد منير واللي ارتبطنا بيها كلنا. دي 46 سنه. سته كم؟ 46 سنه. الاغنيه دي على فكره عملت ستايل لغنى منير انا وجهه نظري يعني. علموني عينيك اسافر علموني. لا ده انت على قافله السعاده. انا معاك انا معاك. الاغنيه دي مش عارفة لما بسمعها حسيت ان ده التايب بتاع منير اللي استمر عليه فترات طويلة وما زال لغاية دلوقتي. طريقة الكلام طريقة الغنى طريقة كل حاجة. هشرح لحضرتك ازاي. جات في عندنا في الموسيقى حاجة مش بس موسيقى جميع منافذ الحياة حاجة ما حدش بيهتم بيها وانا اهتميت بيها من الاول اللي هي هيدن بيوتي الجمال الخفي. ايه الهيدن بيوتي ده؟ ومنير بيقول علموني في بام 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 في تا 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 تك 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 في حاجات كتيرة قوي بتخليك الله. لكن انت مش الله على البام بام 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 لا الله على التوليفة كلها. التوليفة كلها مختلفة. واحنا كنا ماشيين على ميلودي وايقاع. بمعنى ايه؟ الحلويات شرق ايه؟ دقيق سمنه سكر. ونعملها كنافه ونعملها قطايف ونعملها نفس المكونات وبتتغير في الاشكال. حلو. الغرب ماشي ايه؟ جاتوه فانت اسبانيا شوكولاته كريم شانتيه فاكهه. لما تاخدي قطمه بتحسي باحساسات مختلفة المشاعر. المخ بيستمتع الميكس ده. الميكس ده. طيب حضرتك رامي يوسف جالك واستقطع من وقته وجالك الاستوديو بعد ما عمل الموسيقى بتاعتك في الحفل اللي هو بيعتبر تاني حفل بعد الأوسكار. بينما ويجز هنا عايش في مصر صحيح عنده رحلات وبتاع فهو وقته مش سامع. انت شفت رامي وجود رامي يوسف ليك وزيارته ليك في مصر ازاي؟ امتنان اعتذار يعني شفتها ازاي؟ من نهار الحياه بقى انا كنت هم جم من 6 سنين تقريبا. واتفق معايا وقال لي انا بقى عاجبني اللحن ده هاخده ونحطه تتر المسلسل. ما هو كان تتر المسلسل اللي هو اتكرم عليه. ايوه يعني واعمل لنا الموسيقى التصويريه بتاع. قلت لهم خدوها من اللحن ده وبتاع. المهم لما هو انا ماشي بقى في الشارع عادي اختي بتكلم في التليفون انت فين؟ قلت لها في الشارع. الشارع ايه؟ اطلع افتح التليفون افتح ايه بس وبتاع. قالت لي بيعملوا مزيكتك. هي ما تعرفش بقى لا رامي يوسف ولا انا. بيعملوا مزيكتك بره. بيعملوا مزيكتك في امريكا. قلت لها مش معقول طبعا ده يمكن حاجه شبهها وبتاع. يا جدع لما روحت بقى بعد الظهر اتفرجت عليها على الجولدن جلوب لقيتهم بيقولوا اسمه ولقيت المزيكا بتاعتي لكن هو لما جه مصر خلي بالك اللي بيعيش في مجتمع متحضر قوي ما بيبقاش معتبر دي تواضع ومانه ومش عارف ايه وكده. ده طبيعي. طبيعي انه لاقي حاجه حلوه عايز ياخدها. لا بيبقى عارف ان نجاحه في روافد كتير. الإضاءة والديكور والقصة والسيناريو والموسيقى فبيبقى مقدر. غير برضو لما بيبقى شخص أصلا من بيئة فقيرة ثقافيا وينجح. لك أنا لا ما حدش ساعدني. الكلام اللي احنا بنسمعه كتير. طب أنا عايز أسألك سؤال أستاذ هاني. فرقة المصريين اللي أنت عملتها تقريبا من الفرق القليله في مصر اللي نجحت واغانيها كانت مكسره الدنيا. ليه ما استمرتش؟ ايه
اللي حصل؟ ايه الحقيقي اللي حصل؟ يعني الاغاني كانت مختلفه. يعني اتنين توفوا. اوكي. تحسين يرمز، ممدوح هاشم. الله يرحمه. ابو صوت تخين ده. وانت ما عرفتش تجيب. لا توفوا هعمل لهم مش بتوفوا. لا هجيب البدائل يعني. صوته نادر. نادر. نادر مش ما فيش زي بيحاولوا يقلدوه. يعني ايه الاسد كده اللي بيمشي كده. لا ده تقليد. ده مش الصوت بتاعه. هو كان صوته كده. اوكي. احنا كنا بنخاف على الميكروفونات. بنبعد شويه. لان الهيرتز بتاعه مش الميكروفون مش معمول للصوت ده، لان صوت نادر مش معمول. المهم الاستاذ صلاح جايين توفى الله يرحمه، الاستاذ مكسي سيد توفى، كل اللي احنا كنا بنعتمد عليهم اثنين. ايمان يونس اتجوزت، هنقول لا ما تتجوزيش، ما سمعتش، ما تتجوزوش يا بنات الجواز مش راح، ما سمعتش الكلام. ما سمعتش الكلام وراحت اتجوزت. بس حضرتك بعد لا شوف دمها الخفيف، قال لك ما تتجوزوش يا بنات. وراحت اتجوزت 28 سنة توقفت المصريين، وحضرتك رجعتها دلوقتي. ايه طب ده قرار الاختفاء، ايه بقى قرار العودة؟ اصل انا مشيت، انا كملحن وموزع وانا كواحد في الفرقة، عضو في الفرقة، بالتوازي مع بعض. انا في الفرقه ما هياش فرقه هاني شنوده المصريين، فانا واحد من كسر، واحد على اربعه، واحد على خمسه، واحد على سته، خمسهم، وكل واحد فيهم خمس كويس. لكن انا بقى كملحن ووزع عملت حاجات كتير، نجات فايزه، عدويه، عبد الحليم حافظ، علي الحجار، ام كلثوم اللي رفضت تلحن لها. ما هو انا ما رفضتش لا لها. راح هي تعزف. انك تعزف ماشي. ليه بقى؟ ما هو انا قلت للاستاذ اندريا جايدر، ما احنا كنا اصحاب قوي، قلت له يعني انت تغنيك العب مثلا ثلاث دقائق واسكت بقى ساعه الا ربع الاغنيه كلها على ما تخلص، هي حته في النص. بس ام كلثوم برضه انت جنبها، يعني ام كلثوم ما هي كانت غلطه مني، بس في حاجه كانت غلطه وكانت حاجه صح، لان انا اهتميت بنفسي كمؤلف موسيقي. انما في مثلا واحد زي الاستاذ مجدي الحسيني وهو صديقي جدا وبحبه جدا كعازف، لما راح فضل عازف، هو بيألف كويس لكن الشهره بتاعته ايه؟ عازف. يعني تقصد ان الحاجات دي بتسرقك من اهتمامك الاساسي ومن حبك الاساسي طبعا. طيب نجات، وطبعا حضرتك عملت لها اعمال حلوه جدا، انا بعشق البحر وحاجات كتيره قوي قوي، الاغاني اللي غيرت برضو شكل نجات في احدث الحاجات اللي قدمتها. هل كانت بتيجي فعلا تقعد تحت الشباك تسمع انت بتلحن ايه، والاغنيه اللي تعجبها اللحن اللي يعجبها تطلع تخبط عليك وتقول لك انا عايزه ده؟ جبت الحكايه دي منين؟ لا الصحفي اللي يسال عن مصادره طبعا. كنت ايامها شاك في الدقي دور اقدي، انا احب الجناين، انا فنان طبيعي، لا يعني احب الزراعه مش البحر، ماليش في البحر، مش بحر. تيجي بقى رافعه الياقه ولابسه النضاره وترمون على شعرها، متخفيه يعني، وبنمس عليها وبنحبك جدا ونفسنا ترجعي باي طريقه، المهم تكوني موجوده. اتفضل. ربنا يديها الصحه ويكرمها، وهي فضلها على الفن المصري لا ينكر اكيد. فتروح بقى ايه تيجي جرس افتح، ايه اللي كنت بتلعبه دلوقتي؟ هنعمل لك، هبعت لك فلان، هبعت لك الابنودي، هبعت لك حاجه يكتب عليها كلام، وايه بتاعتي. حاضر. فتعرف بقى انها كانت قاعده تحت وبتسمع انت بتعمل ايه؟ ما هو انا اكتشفت ده بعدين، لان ايه؟ لقيت مش معقول يعني هي بتيجي بالعربية بالسواق تقول له مثلا، وتيجي تخبط في الأغنية دي بالذات، إن أنا بعمل حاجة جديدة لسه، فمش معقولة. لما حصلت مرتين أنا ابتديت بقى أشك إن هي فين، وجت بتسيبه يركن العربية في حتة وتمشي حتة صغيرة فبتسمع صيادة، صيادة بتعرف تصدق، فنانة عشان كده اللي طلع من الاغاني بتاعتها ثلاثه، بحلم معاك وانا بعشق البحر، ويوم الهنا الوطنيه، يوم الهنا يوم المنى، ايوه
لكن انا عامل لها 6 اغاني تانيين عندها. غنيتهم؟ لا المزيكا بس. طيب. وكانت واحد غنيها. طب ليه ما غنيتهمش؟ لا يسأل في ذلك هي بقى يعني. ما بتزعلش؟ ما انا هقول لك بقى. لا انا ما بزعلش. بس دي الحال حلوه، خساره انها تفضل. بس انا هقول لحضرتك يعني، تقول لي ايه؟ اسمع هاني، انا جالي واحد راجل هنا يعني ملحن هايل وانت بتحبه، وقال لي سمعيني يا نجات اللي انت عملتيه مع هاني، سمعته الاثنين دول. قال لي معقوله بقى بعد ما تغني مدايح وتغني كذا وتغني كذا تغني دانس؟ لا 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 ما تنسيش ده أنا. فمش هنزله يعني. حاضر. بس ثاني بس 3-4 أشهر 6 أشهر سنة عارف كمين عندي؟ مين؟ كمال الطويل. اه سمعته. قال لي انت مجنونه يا نجات، ده الواد ده رجع لك شبابك. ده زي ما خدتهمش فهنزلهم. نزلهم ما نزلهمش، هنزلهم. انا ليا فرقتي قاعد معاهم بقى مهيص، بنتغدى سوا وبتشتغلوا مع بعض واصحاب. وده حضرتك حسيت بالسعاده لما شفت بحلم معاك في افتتاح او في الحفله الاخيره اللي اتعملت في المتحف، اللي هو قبل الافتتاح اول حفله تتعمل، ونادر عباسي وفاطمه سعيد؟ ده بقى شرف ما بعده شرف. وانا يعني النهارده من اسعد ايام حياتي، وامبارح كمان. ليه؟ لان لما كلمت نادر عباسي اول كلمته اشكره. انت عارفه حضرتك ان كل الناس الملحنين الوحيد اللي لسه عايش هو انا، من اللي اختاروه، من اللي اختاروه. فيعني طبعا ايه، اظن والله اعلم ان هم يعزموني في الحفله دي، اصل التذاكر بالافات، مش انا مش قدها الحقيقه يعني. عندي بقى بابيون والبتاع وكل حاجه معادها. عزموك في الحفله؟ لا بقول لسه الحفله مع دي في اللحن ده يعني. في الحفله دي كنت عارف ان هم هي لا ما كنتش عارف الحقيقه، جت مفاجاه. وانبسطت؟ اه طبعا انبسطت، اتشرفت جدا جدا جدا. طب انا عايز اسالك سؤال. ايوه. انت بتقول ان انت 80 سنه ربنا يديك الصحه، بتعمل ايه في وقت اللي انت ما بتشتغلش فيه؟ بتعمل ايه لما بتصحى الصبح؟ ايه اللي بتحب تعمله؟ بتسمع اغاني؟ بتشوف حاجات؟ احكي لي كده يومك عامل ازاي. اكون صادق مع حضرتك، اه انا مش لاقي وقت، وعندي حلم جامد جدا ان هيخترعوا لنا حاجه نقدر نسرق بيها وقت الناس اللي قاعدين على القهوه. يعني ايه مش لاقي وقت؟ يعني بتعمل ايه؟ بلحن واعمل مزيكا واعزف وكده طول النهار. طول النهار بتطلع لك افكار وطول النهار بتلحن؟ ايوه. واشيل على جنب، مين عارف؟ لان الواحد يعني حضرتك مزاج عالي، حضرتك قاعد مع المزيكا طول الوقت، يعني بنشوفك كده بتعزف لوحدك. لا ازهق. هابي از ذا مان هو لافز هيز ورك. انت خايف تبطل شغل؟ اه الورك هوليك بقى. يعني بص الصوره اهو، حضرتك قاعد لوحدك وبتعزف؟ لا على شط البحر في دهب. وحضرتك لو تعرفي بعدها بشويه امي لا اله الا الله كلها تلام. طبعا سامعينك انت ده انت بالنسبه لهم مش مصدقين. انت خايف تبطل شغل؟ اي واحد لو قالك، وانا مراتي تسميني كده، لابد ما يكون هو خايف يبطل شغل يحصل حاجه. اه طبعا، لان يا الشغل يحصل الشغل إيه؟ حياه يحصل عدم إيه؟ الشغل مش حياه. خايف يحصل ايه؟ حاجات كتير. يمكن الواحد يجي له غلطه، يمكن مش عارف ايه. طول ما انت بتتحركي ومش عارف في صحه. خايف تتنسي مثلا؟ لا ما اظنش، لان انا يا ريت اتنسي، بس اعمالي ما تتنسيش، واعمالي الحمد لله. انت اعمالك كلها مميزه. انا الحقيقه ما يعني ما بتمنى اتنسي. لما تركب مع سواق تاكسي يقول لي انا شفت سيادتك ومش عارف ايه كده، وعوده فرقه المصريين. نعم. وعوده فرقه المصريين كمان ساهمت في ده، بقت الاجيال الجديده بتردد الاغاني اللي احنا يعني حبيناها واحنا صغيرين وما كناش عارفوها. هقول لحضرتك على حاجه تاكد كلامك ده. برافو عليك والله، انت جباره. في اغنيه اسمها لما كان البحر ازرق، الشباب كلهم دلوقتي بيسمعوها، لانها ايه؟
مش بس لحن ولا مش عارف لما كان البحر ازرق فيها كوبليه بتاعها بتقول تاهت ملامحي بين ملامحك حتى افكاري وخيالي كنت نور وكنت ضلك واكتشفت من تجاربك اليوم علمتهاني ان لازم اكون انا عشان احبك انت والمس بنفسي ان لون البحر ازرق الله مش تقول لي هذا البحر ازرق لا اشوفه فما تحبسنيش بقى وتحكي لي استاذ هاني مين اصحابك في الوسط ده مين انتيمك زي ما بيقولوا مين من اللي انت لحنت لهم مين من المطربين اللي انت كنت بتقعد زي ما انت قاعد كده مع فرقتك وتاكلوا وتشربوا مين كان بالنسبه لك حاجه كده والله كل الناس فتره العمل يعني اصحاب عمل اصل العمل بيعمل صداقه اعلى كتير قوي من ايه يعني واحنا بنشتغل ما تيجي بقى ناكل حاجه يلا بينا الله ما تيجي طب هطلع بره اشرب السيجاره اطلع اشرب انا ماشي بس مين اللي لما تحب انك تروح تزوره لما تشتكي له همك لو عيد تتعب عايزه يجي جنبك مين دول مين القريبين ده حضرتك حتى نادر ابني ودينا بنتي ما بيقوليش ليه انت حضرتك مين يجي لك عارفه عشان تيجي من المعادي للهرم زحمه يا دنيا زحمه نص النهار طار عندها اولادها تهتم بيهم وعندها ما بطلبش منهم بس انت ما بتفتقدش وجودهم بالتليفونات على فكره ربنا عوض لنا الزحمه دي بالتليفونات طب مين اصحابك فيه؟ قبل دينا واولادك ايام زمان مين مثلا ايه صاحبك اللي كنتوا تخرجوا مع بعض تتعشوا مع مش شرط يبقى فيه شغل مين صاحبك اثنين بقى هقول لك اساميهم كمان قول اثنين طنطاويه كنا بنسافر بالقطر نيجي هنا كليه التربيه الموسيقيه ونرجع بالقطر نبات في بيوتنا في طنطا حلو اسامه جادو وعبد الحميد الاثنين دول ما راحوش في طنطا برضو بروح لهم بتروح لهم طب بس حضرتك كتبت على يحيى خليل ومجد الحسيني قلت اصدقائي الاعزاء زملاء الكفاح وقت العمل لكن هم دلوقتي يحيى خليل عنده حفلات واحنا عندنا حفلات هو في حته وانا في حته نتقابل ازاي ومجد الحسين انا بموت في مجد الحسين على فكره مجد الحسين قعدته فوجيا ونكت وهزار وبني ادم شخص مبهج جدا وفي نفس الوقت كمان عازف هايل شرقي غربي بيانو اورج كانوا مسمينه شيطان الاورج طب في جزء في حياتك ما نقدرش ما نتكلمش فيه وهو الموسيقى التصويريه لاهم الافلام زي المشبوه ومجموعه افلام تانية شمس الزناتي اغلب افلام عادل امام ومره انا شفت لك حوار انا اتعلمت منك في الحوار ده ان ازاي اسمع الموسيقى التصويريه يعني انا لما شفت الحوار اكتشفت ان انت ان ممكن الموسيقى التصويريه تبقى عباره عن اسئله واجوبه انت فكرت ازاي في التوليفه دي لا هي لغه لغه أنا على فكره هقول حاجه تستغربها شويه انا قررت ان انا ادرس بره تمام فروحت قلت بره ده يبقى البلكونه بلكون. مش الشقه بره مع البلكونه بره بره البيت ايوه فقرت في البلكونه وبعدين قلت اجيب اعتى مدرسين يدرسوني بعد كنت متخرجت التربيه الموسيقيه وكونسرفات وكل حاجه كلهم ماتوا جبت كتبهم فانا بقعد اتعلم في البلكونه تعليم غير التعليم اللي الناس بتعلمه يعني البلكونه سر الهامي طبعا بالأورج كله كل حاجه وحاطط أورج في البلكونه يا دنيا يا غرامي يعني في البلكونه غرامي بالموسيقى طب عندك غرام بدينا انا هقول لك ليه بقى انا بقرا في العلوم كتير الموسيقى نوع من العلم لما بتشتغل فيها طبعا اكيد في حاجة في العلوم اسمها تغير الخواص. لو احنا جبنا هيدروجين مش يولع يفرقع. اكسجين يساعد على الاشتعال. حطينا ذرتين من دول على ذرة من دي يبقى مية تطفي النار. تغيرت خواص المادتين. كويس.
على ملعب دو، والعب دو ماجور جنبها دو الكبير. تتغير خاصة الدو دي، تتسمع بطريقة تانية لما احط هنا اكور مينور وهو نفس الدو. ده انت بتلحن بقى، بتقعد تجرب حاجات وتشيل وتحط. ده ابداع في حد ذاته. وعلى فكره وانترستنج بطريقه انتوا لا تتخيلوها. هي دي الحاجات اللي بتشغل الدماغ وتخلي الدماغ في لياقه وتخلي القلب شباب وتخلي الروح طول الوقت عندها شغف وعندها رغبه في العطاء والاستمرار واكتشاف كل جديد والتحدي. فده التركيبه بقى كده، عرفنا سر الحماس المستمر. الحماس والتركيبة. البلكونة يعني الدماغ طول الوقت البلكونة، اقعد يجرب نعمل ايه في ايه فالنتيجة تكون ايه. طيب دينا بنوتك نادر طبعا مسافر، دينا حضرتك حطيت لها صورة وكتبت ان اعظم حاجة ان انت ترقص مع بنتك على لحن انت عامله. طبعا كان احساسك ايه؟ ده كان عيد ميلادها؟ لا كان عيد ميلادي انا، وجايبه لي هديه وجايبه ولادها الاثنين. كنا عاملينه في البرج. وعملوا اظن انا بعشق البحر. وانا قلت ما تيجي نرقص. وقعدنا نرقص. فتخيلي حضرتك واحد بيرقص مع بنته على مزيكته. توليفه حلو، مش يعني مش بطاله. حضرتك وصفت ده ان انت تكون محتضن العالم بين ايديك. ما هو شوفي المال والبنون طبعا والموسيقى المال والبنون والموسيقى. انا مين من الملحنين اللي انت كنت تنجذب لالحانهم غير هاني شنوده؟ يعني بليغ ولا لا كتير؟ مين كنت تحب؟ وايه المقطوعات اللي لفتت نظرك؟ الستاف الحقيقي اللي بتتكلم عليه ده كله، انا اقول ان اعظمهم موهبه هو الموجي. الموجي الموجي اعظم من كمال الطويل واعظم من بليغ. انا ما بتكلمش اعظم من، بقول على الموهبه اكثر موهوب بشكل غير طبيعي. طب ليه بتقول كده؟ يا اغلى اسم في الوجود. نار يا حبيبي نار. قارعه الفنجان في حاجات رهيبه ومعموله بموهبة. أنا عارف دي اتعملت إزاي، عارف. يعني إيه معمولة بموهبة؟ يعني اشرح لي أكتر. في حاجة اسمها على منوال. على منوال يعني إيه؟ يعني أنت عارف حضرتك النول ده مش كده؟ فمعمولة على منوال الشعبي. زي بليغ عنده حاجات حلوة أوي بس على منوال الشعبي. كأنك سمعتيها قبل كده، عشان كده تبقى إيه؟ سهل قوي تحبيها. يعني سهل قوي تحب بليغ لان هو بيشتغل على المنوال الشعبي. اوكي. الراجل الموجي ما درسش، لكنه بيعمل جمله مش كل الناس تعرف ازاي نقل وازاي هو بينقل، بمنتهى البساطه، بمنتهى العفويه، بمنتهى لدرجه انا مستغرب. قارئة الفنجان فيها الحان مش لحن، الحان. يعني هو السهل الممتنع بداياته في النص. بس بليغ كان عنده الجملة الحراقة. يعني لا يعني بليغ بقى هم كلهم عظماء، كل واحد عظيم في منطقة. يعني محدش قال ان بليغ مش قوي، لكن هو حد هو شايف حق. انا بتكلم من ناحية الموهبة. ذوقك الشخصي حضرتك شايف الموجي. بليغ اتعلم. جاب حد واتعلم. وكمال الطويل لورد بتاع المزيكا وبتاع الغنى، يعني الحاجه اللي يعملها لورد فعلا. ده توصيف دقيق لكمال الطويل. الفينش بتاعه ما يقدرش عليه الاثنين التانيين. كويس. لكن انا هقول لحضرتك حاجه، ان حتى صفيني مره كانت بريك ثرو، ما كانتش حاجه المعتاده، ما كانتش على منوال. لا دي جديده، سابقه، حاجه سابقه. هو انا بدور على ده. لكن بليغ عنده كمان اذا جاز التعبير فرط. مش بيقول لك صاروخ فرط صوت؟ ايوه. ده فرط الحان، عنده فائض من الموهبه. اصل يبقى قاعد كده ويروح ماشي وهو ماشي في لحن. انت قابلته كتير؟
واشتغلتوا مع بعض؟ لا. او يعني قعدتوا قعده شغل مع بعض؟ احنا ما ينفعش نبقى اصحاب لان هو بوهيمي وانت منظمه. لا انا عندي تراك ماشي عليه. يعني مثلا هشرح لك، احنا داخلين تلفزيون كل بتوع السكيورتي 20 جنيه 20 جنيه مش 20 50 100 زي ما انا ما اعرفش هو مدي كام. وهو داخل بعدين دخلنا الباب، هاني هات فلوس معاك. ليه بقى؟ اسمع بليغ احنا هنروح. فانا وانت ما عندكش عربيه وهاخدك بتاكسي ونروح ما مش هديك. يا فايده تعالي تعالي كريم انا ما نعمل لك لحن معاك كام؟ ما عنديش غير 500 هاتي على عود الكبريت لحن كل اللي ما شافيه ويوزعوا على الناس. فانا اقول له بقول لك ايه؟ هو انت عامل اللحن ده فعلا؟ عامل الاغنيه دي؟ يقول لا هبقى عاملها لها. عنده ثقه كمان في نفسه انه ممكن يلحن اي حاجه في اي وقت في اي مكتب بتاعه. ناس بتنكت وناس بتضحك وواحده بتعيط وواحد مش عارف بيشتكي وهو العود والكلمات ومش مركز في حاجه. لو سمع بقى ضحكه كنت بتضحك تقول له ايه؟ هي 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 لا طب ما دي عبقريه في حد ذاتها حاجه. ايوه عبقريه حاله مختلفه. كويس. ربنا عامل كل الافرازات في الخفاء. انا ما اقدرش اشتغل الحن وحد جنبي ابدا. لاحظوا اللي انا بقوله تخيلوا بلاش اقول كل الافرازات في الخفاء من رحمة ربنا علينا ومن رحمة ربنا على مصر وعلى الموسيقى ومن يعني رزقنا الحلو ان حضرتك موجود. ربنا يخليك. والله بس ولولا ان حضرتك عندك ميعاد كان لازم تقعد معانا اكتر من كده. معايا ميعاد مع الدكتور مينا موحد موحد قطرين. لا موحد الدرسين. الدرسين على وعد ان انت تبقى موجود معانا مره تانية. احنا هنسيبك بس بدري عشان خاطر الدكتور مينا وميعادك. من عينيا. نورتنا وشرفتنا موسيقارنا الكبير هاني شنودة. والله سعداء بوجود حضرتك. الف سلامه وبنشكر حضرتك. ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوار. ما أدراكوا بآلام المفاصل. بجد الموضوع بقى مزعج جدا وبالذات في فصل الشتاء. مش عارفة في إيه يعني. ناس كتير جدا بيشتكوا من المفاصل. الركبة صعبة جدا، الظهر، عرق النساء. إحنا محتاجين نفهم أكتر، محتاجين نعرف نعمل إيه لما نواجه الأعراض أو الآلام المبرحة اللي بتجينا. لأن في ناس مننا بيستسهلوا بالمسكنات. وجماعة عايز أقول لكم إن المسكنات من أخطر الحاجات اللي ناخدها بس من غير استشارة طبيب. بيسعدنا يكون معانا دكتور سامي قنديل استشاري اول علاج الالم والمفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. بدون جراحه ده اهم حاجه طبعا. بدون وجع. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا فيك يا دكتور سامي. اهلا يا دكتور. بنجيب تحيه لحضرتك وتحيه لكل المشاهدين. ونبتدي بعرق النساء باعتبار انها شكوى متكرره بتهيألي عند الرجاله وعند الستات. عرق النساء ده بيكون نتيجه ان غضروف ضاغط على العصب. ايه الجديد في العلاج من غير جراحه؟ هو مبدئيا احنا عندنا شكوتين واضحين قوي وكتار جدا وخصوصا فتره الشتاء زي ما الاستاذه مفيده قالت ان الم ركبتين وخشونه ركبتين وعرق النساء. لو اتكلمنا على عرق النساء لا بيتاثر جامد قوي برده في الشتاء نتيجه ان الواحد ما بيشربش ميه. الموضوع بيبقى حركتنا بتقل ومعظم الوقت قاعدين تحت البطانيه فده بيخلي القعده غلط. فترات طويله قاعدين وفترات طويله برده ممكن واقفين. اللي بيحصل بيبقى فيه نوع من الانزلاق الغضروفي والحمد لله رب العالمين حوالي 95% من الناس الانزلاق بيبقى جاي على الجنبين لان الديسك عباره عن حاجه مدوره لما بيتضغط لاي سبب بيجي على الجنب اكتر بدل ما يطلع لقدام على النخاع الشوكي. لما بيجي على الجنبين بيلمس جذور الاعصاب فيبدا ياخد جذور اعصاب وفي ساعات فضل ونعمه عند ربنا يبقى جاي على ناحيه واحده بعض الناس بيجي على ناحيتين فيبدا عامل الام جامد جدا واخده من الظهر لحد ما توصل بعض الناس توصل لصابع رجله الكبير. بس دكتور سامي ده ليه علاج؟ انت المره اللي فاتت في الحلقه اتكلمتنا على طرق علاج حقيقه عايزين يا ريت تقولها لنا مره ثانيه لان ناس كثيره سالوا عليها ان في امل للموضوع ده من غير ما
من غير جراحة، من غير ما اخش في مشاكل الطب تانية. الطب بيقول 95% من مشاكل وألام العمود الفقري من ضمنها عرق النسا لا يحتاج الى تدخل جراحي. 95% 3-4% هم اللي بيحتاجوا التدخل الجراحي. لما يبدا المريض يكون عنده اعراض وحشه اللي احنا بنقول عليها اعراض بنخاف منها، ان يبدا المريض دخل في اعراض شلل والعياذ بالله، ودي بتحصل في 1-3% من الناس، ان يبدا يحصل سقوط في القدم، يبدا يحصل عدم التحكم في رجليه، عدم التحكم في البول، ودي 3%. كلنا وكل الناس بتشتكي من وجع في ظهرها. ده علاجه خطوات سهله جدا. الراحه، التعليمات، انقاص الوزن، شرب الميه. بعض الناس بنطلب منهم يلبس حزام، يقول لك لا لسه مش مستريح، نديله علاج. بعض الناس بتستريح بعض العلاجات، ممكن نعمل جلسات علاج طبيعي. الخطوات الاولانيه دي اسمها رقم 1-2-3، هم 6 خطوات، ما ينفعش اجيب 5 قبل 3. رتب لنا تاني الخطوات. يعني هم 6 خطوات. أيوة. 1-2-3-6. ايوه. اول حاجه الراحه وشرب الميه وانقاص الوزن، المواقفات الطويله لا، القعدات الغلط لا، ما نشيلش حاجات تقيله، تفاصيل السيدات بتشيل شنط الخضار، الحاجات دي. نمره 2، لو المريض عمل التعليمات دي وبرده مفيش راحه قوي، ناخد علاج ده كيميائي دوائي. ناخد حاجات مريحه العضلات، فيتامينات، ناخد حاجات مهدئه، ننام كويس، في حاجات خلينا ننام كويس، في ادويه للاعصاب. ادويه للاعصاب. لو المريض برده مع الادويه دي مفيش استراحه او مش حاسس براحه كويسه، نعمل جلسات علاج طبيعي. معظمها بتبقى مساج للعضلات، تسخين الدوره، تحسين الدوره الدمويه. المريض برده مش مستريح قوي ليه؟ لانه هو عنده تلميس لجذور الاعصاب، فجذور الاعصاب في حاجه بتلمسهم زي السلك الكهرباء العلاجي بالظبط كده. رقم 4، ودي لازم نكون عدينا من 3 خطوات الاولين. رقم 4 بنعمل حاجه اسمها حقن جذور الاعصاب. ايه بقى دي بقى الجديده؟ ان احنا في اوضه العمليات بندخل بنستخدم البلازما بتاعه المريض. اوضه العمليات ببنج ولا بنج؟ ببنج موضعي، وحالات كتير بتبقى الموضوع ديسك واحد فبنقدر نعمله في العياده. بناخد عينه دم، نفصل البلازما، لان البلازما لها عامل مهم جدا جدا، تشتغل بثلاث طرق، هي ضد الالتهاب وفي نفس الوقت بتقوي الجدار الغضروف وبتحسن العضلات، فيبدا المريض يحس براحه. مع الادويه ضد الالتهاب زي الهايليز والمغنيسيوم والزيروكين والماركين، نبداوا نحقنهم بابره شايفينها كويس قوي، وبنحقن بالراحه وبنج موضعي، والمريض قاعد بيتكلم معانا، في خلال نص ساعه يمشي يروح تبقى الدنيا كويسه جدا، يبدا يحس براحه كويسه جدا. بعد الغضروف في الظهر من تحت، هو ده اللي بيبقى ملمس. هو ده علاج الالم بقى، ان احنا بنعالج الالم من جوه، الام العمود الفقري بدون تدخل جراحي. انا ببنج موضعي والمريض بيمشي يروح. طيب انا بعض العيانين لا عامل عمليه، بعض الناس بتعمل عمليه فبيبقى في تليفات اكتر، في ضيق شويه في القناه الشوكيه، بنستخدم جهاز التردد الحراري. ده بيساعدنا جدا نحسن. ايه جهاز التردد الحراري؟ جهاز التردد الحراري ده ابله بتدخل، كابل طويل بتوصل على الجهاز، ومعانا دكتور او الفني بتاعه الجهاز، نبدا نعمل حاجه اسمها بلس، نعرف المكان اللي العصب اللي فيه متاثر، ونبدا نعمل حاجه اسمها بلس وتحسين الدوره الدمويه، تحسين منطقه الالتهاب، بيطلع موجات بتحسن جدا الالتهاب اللي حصل في الجذور الاعصاب، كمان بيساعد على ان التليفات والالتصاقات تبدا تقل، فالاختناق اللي حصل في جذور الاعصاب يبدا يختفي، فالمريض يبدا براحه. هو ده نفس حاله كان الفنان حسين ابو الحجاج؟ لان انا لا. اعتقد طب احنا ممكن لا. نشوف الفيديو وتفهمنا ازاي هو كان ممكن ما يكملش يمثل تاني لولا حضرتك. طب نشوف الفيديو. انا عندي خشونه رهيبه فظيعه، كنت وانا ماشي كده احس ان في مسمار جه بين المفصل، ده يخليني اقعد في الارض. اخدت النهارده الجلسه الثالثه، والنهارده الحمد لله عملي اضافات ثانيه مع الجيلاتين ومع البلازما. بصراحه لما تشوف شكل الابره بتكش، لكن بعد ما بتخش الابره انت بتبص كده ومش مصدق ان الابره دي جوه رجلك، لانك مش حاسس بحاجه. انا قالوا لي من 10 سنين فاتوا لازم تغير مفصلين، قلت لهم لا مش هغير. انا انصح كل واحد ان هو ما يعملش اي مفاصل جراحه ولا كلام من ده. الادويه برضو عملت لي مشكله في وظائف الكليه، اللي انا الوقت مش حاسس بيه فعلا، ان انا كنت وانا ماشي كده احس ان في مسمار جه بين المفصل. فالحمد لله انا بعد الجلسات اللي خدتها من الدكتور ده الحمد لله ما بيجيش، كل المسكنات بطلتها، والحمد لله لحد ما الدنيا ظبطت معايا لما بطلت المسكنات.
طبعا الف سلامه لنجمنا الجميل. وعايزين نعرف هو كان عنده خشونه في الركبه؟ اه كان عنده خشونه عاليه في الركبتين، والركبه الشمال كانت اكتر جدا. طب ايه ازاي بقى قدر ان هو الحمد لله دلوقتي بقى كويس؟ شوفي الحمد لله الخشونه اصبح لها علاج. كان المريضه او السيده، وخصوصا السيدات اكتر وكلنا عارفين، تقول لك انا كنت بروح وباجي وبتحرك وبزور زولاتي وبروح اصلي وبروح اعمل واطلع السلالم، ما بقتش قادره. بعض الناس بيوصل بيهم الحاله تقعد تبكي، انا ما بقتش عارفه، ما بقتش قادره اطلع السلم، مش عارفه اروح السوق. انا والدتي ما بتقدرش. الحكايه دي بتاثر جدا، متاثره جدا جدا. والاضافه بقى ان هم يبداوا يعتمدوا على المسكنات، المسكنات خطر خطر جدا. المسكنات ممكن حتى تسبب عاجلا او اجلا في قرحه في المعده والعياذ بالله، تسمم في الكبد، فشل كلوي. 75% من المرضى ما بنستسهلش المسكنات، لكن امتى بنلجا ان احنا يبقى في بلازما واكسجين ده للخشونه بتاعت الركبه؟ امتى بنمزج بينهم يعني؟ علشان كده الحمد لله البلازما حلت المشكله دي، ما بقاش نعتمد على المسكنات خالص. احنا بنحقن دلوقتي البلازما برضو في الركبه، الحمد لله. نعمل حسب درجه خشونه، ممكن يبقى 4 جلسات. أوكي. لدرجه ان عشان الناس تكمل، عشان الناس تقدر تواصل، لان الموضوع ممكن ياخد 2 3 4 جلسات، والماديات بدات تاثر على الناس. طبعا. احنا الحمد لله عندنا في المركز عاملين جلسه المريض بيدفعها، الجلسه الثانيه فري تماما مجانا على حساب المركز، يحقن الجلسه الثالثه بتخفيض، الرابعه مجانا علشان نقدر نكمل الكورس. يعني لو الاربع جلسات منهم واحده بيدفع ثمنها، واحده تخفيض واثنين ببلاش. ده بالاضافه كمان بعد ما يخلص الكورس بتاعه 6 شهور تعالى عشان اتابعك ونعمل لك جلسه تكميليه وتحسين اكتر، وبعد سنه كمان. طب دكتور ده حقن بلازما بس؟ حقن البلازما. في بقى ايه التركيبه او الخلطه اللي انا عاملين، وصلنا معاها مع الفنان هاني شاكر والاستاذ حسين، ان احنا بنعمل البلازما بتاعت المريض مضاعفه، بنحط عليها هيالورك اسيد اللي هو الماده الجيلاتينيه، بالاضافه لخلايا جذعيه وعوامل النمو. الثلاثه دول مع بعض بيشتغلوا دفعه قويه جدا. يعني بعض الناس بتبقى الصفائح الدمويه بتاعتهم اقل شويه، عوامل النمو بتاعته ضعيفه شويه حسب درجه خشونته، دول بيعملوا دفعه قويه جدا، كويسه جدا، وبتعمل نتيجه كويسه. ودايما انا اقول على دي الخلطه السريه، دي اللي بتفرق مع المريض. بس مش كل مريض هعملها له غير لما اشوف اول جلسه معاه، لازم ابدا بالجلسه تحت. انا عايز اسال سؤال دكتور سامي، انت بتعمل الخلطه التوليفه دي اللي انت بتعملها، لان في ادويه تانية في السوق بتبقى جاهزه حقن اللي هي الماده الجيلاتينيه اللي هي الهيرونوريك. ايوه دي بضيفها مع البلازما وبضيفها مع خلايا جذعيه. يعني انت بتعمل كومبو. ايوه لان انا جربنا والدتي هنا الحقن دي في السوق. انا عندي كل الشركات موجوده وبتجيب لنا وبنحطنا بتخلص بسرعه. ما هي الحمد لله بقى. انت بقى حضرتك، انا عملت بيبر مره في مؤتمر، كنا بنتكلم على الهيالورونيك، وانا قلت لهم انا بحقن الهيالورونيك مع البلازما، ونزلت بعد كده شركات بتنزل انبوبه فصل البلازما معاها 2 سم هيالورونيك بعد ما عملت البيبر دي. والحمد لله عملت الكلام ده من 4 سنين. ففكره ان انا الين الركبه كويس قوي، احسن الحركه بتاعت الركبه، في نفس الوقت البلازما بتشتغل وعوامل النمو والخلايا الجذعيه على بناء الغضروف، تلاقي المريض بدا يحس بالتحسن كويس قوي. مش كل الناس بتحتاجه، لان كل الناس الطبيعي بتاعها عوامل النمو موجوده في جسمنا. بعض الناس بقى محتاج الدفعه دي، وبعض الناس بتبقى عايز اسرع من كده. انما هو الحمد لله عامل كورس من 4 ل6 جلسات، ما بيدفعش غير نصهم، بيدفع الاولانيه وبتخفيض، الثانيه مجانا، الثانيه بتخفيض، الثالثه مجانا، لحد ما يوصل ل6 جلسات مثلا. بعد 6 شهور بيجي يعمل جلسه مجانا تاني، وبعد سنه. ليه؟ لان خشونه الركبه بناء، بتاخد لها من 3 ل4 شهور. ودايما اقول لستاتنا وحبايبنا كده، الخشونه حصلت في 10 15 سنه، استحمليني 2 3 شهور. شهرين ثلاثه. طيب حد عمل عمليه وما زال الالم مستمر وظهر غضروف جديد، نعمل ايه؟ احنا عندنا في علاج الالم حاله كده اسمها بوست المينكتومي سندروم. يعني دي الحاله ما بعد العمليه الجراحيه. بعض الناس للاسف هي مش محتاجه العمليه، ما عندوش الاعراض الوحشه، ولكن بيتوجع. في بعض الناس مش مستحمله، بيستسهل. الجراح بيقنعه ان الموضوع ده هيحل لك المشكله، يجي لي بقى عنده زي ما حضرتك قلتي تليفات، وجع اكتر، ضيق في القناه الشوكيه. احنا بناخد خطوات، نعمل له حقن جذور الاعصاب، وبعد كده نعمل حقن جذور الاعصاب مع التردد الحراري، وممكن نستخدم حاجه اسمها قسطره تراكس. بندخل ببنج موضعي بقسطره رفيعه، ونحقن في حاجه اسمها هايبر تونيك سلاين اللي هي يدوب التليفات في القناه الشوكيه، في تبدا توسع، يبدا يحصل تحرير في جذور الاعصاب، يبدا المريض يحس بالراحه. جراحه ثانيه مش هتفيده والعياذ بالله، هتزود التليفات، بل ان بعض الناس بقى مركب حديد يبقى الجراحه دايما مش هي الحل. لا الطبيب بيقول كده، الطبيب بيقول 95% مش محتاجين الجراحه. دكتور في خشونه بتبقى صعبه جدا، هل الطريقه دي ممكن تعالج اسوأ انواع الخشونه؟
اسوء انواع الخشونه الحمد لله 400 بنبدا معاه بجلسات البلازما. بعض الناس بيبقى حاسس بالم انا عندي استحمل فتره طويله من الرقبه لان انا هعمل الركبه بتوجعه وهو قاعد كمان مش بس هو ماشي انا اقدر الحمد لله 400 برضو كل ده بدون تدخل جراحي ان احنا نعمله تردد حراري على الركبه. في اعصاب بتنقل احساس الالم وفي اعصاب مسؤوله عن الحركه. انا بعمل غلق مسارات الاعصاب للاعصاب اللي بتنقل الاحساس الالم فيبقى ركبته مش حاسس بيها ومش بتوجعه وفي نفس الوقت بيقدر يتحرك يروح ويجي زي ما مثلا دكتور اسنان يقول لك ان موتنا درس بس دي ملهاش علاقه بالحركه هي بس المشكله ان انا ما انقلوش الالم يروح للمخ طيب. خشونه الحوض هل لها علاج بالطريقه بتاعت حضرتك بدل تغيير المفصل؟ الحمد لله الحمد لله دايما اقول للمريض لو جيت في مرحله اولى او ثانيه في لا قدر الله في خشونه حوض النتيجه الحمد لله عامله مضمونه جدا. ايه اعراض خشونه الحوض؟ بيحس بوجع في حركات فتح الرجل لبره او لفه الرجل يحس بوجع. انما لو الوجع جاي لحد فخده تحت ونازل ده مش خشونه الحوض لان بعض الناس بتلخبط ما بين عرق النساء او وجع الظهر وخشونه الحوض. بطلب منه اشعه عاديه على مفصلين الحوض بنشوف بعض التاكل خفيف او السبيس بدا يقل بنعمل له حقن الثلاثيه دي لازم بقى ثلاثيه لان ده مفصل كبير وفي نفس الوقت بندخل من خلال ستراكشرز كتيره وتركيبات كتيره بابره اكبر علشان نحقن الجيلاتين والبلازما وعوامل النمو داخل مفصل كبسوله الحوض. بيحس النتيجه كويسه جدا لان هي عمليه كبيره جدا لا قدر الله لو المريض مصر لحاجه اسمها اي في ان او تاكل عظمه الحوض مش عايزين نوصل لها دي مشكله مش عايزين نوصل. طب دكتور انتوا ايه اخبار المرضى اللي بيجي لكم المحافظات؟ هل انتوا مغطيين المحافظات كلها ولا لسه؟ الحمد لله برافو عليك السؤال ده جميل لان انا الحمد لله وعمل احنا عندنا اكتر من 20 محافظه دلوقتي وهنوصل لعدد المحافظات كلها. في فريق مكون من احنا معايا 12 او بقينا 15 طبيب كل يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي الدكتور يوسف موجود في اسكندريه الزياره الجايه الدكتور كريم في الصعيد ومعاه الدكتور في اماكن العياده بتاعتكم عندي فرق حاليا وانا بكلم حضرتك دلوقتي في 2 فرقين في دمنهور وفي اسكندريه الاطباء اللي معايا بينفذوا نفس البروتوكول بنسافر بنقعد باليومين وثلاثه في المحافظات وانا بكلم حضرتك دلوقتي الدكتور يوسف شغال الاماكن تواجدهم بيبقى فين يعني في دمنهور في المستشفى في اسكندريه مستشفى مستشفيات يعني مثلا في اسكندريه مستشفى سيدي بشر الملكي في دمنهور مستشفى رويال في الصعيد مستشفى الكوثر. احنا نعرف تحركات الفرق دي من على ايه؟ الفيسبوك اللي انتوا كلها الكول سنتر بيعرفوا الناس وبيوصلوهم وانا بتكلم حضرتك دلوقتي في اطباء شغالين دلوقتي احنا عندنا بروتوكول محطوط وبراجع الدكاتره كل اسبوع عاملين جروبات وبيقابلوني انت هتروح الزياره الجايه انت عندك حالاتك هتتابعك في السويس في ناس في بورسعيد بكتب جدول انا كاتب جدول للزيارات لحد يوم 15 فبراير الناس عارفه انتوا متوفرين في كل الحمد لله رب العالمين في كل المحافظات. ده شيء رائع بنشكرك يا دكتور سامي ميرسي جدا على مجهودك ميرسي ميرسي سوير شكرا يا دكتور لسه عندنا مطبخ طبعا احنا بقالي فتره طويله قوي ما شفناش النهارده معانا جميله الطشاني من ليبيا وهاتن نتعلم الاكل الليبي وناكل الاكل الليبي بعد الفاصل. التالي اشهى الاكلات مع السيده جميله الطشاني. ياريت المونيتور يبقى هنا كده بدل ما هو هنا كده عشان انا مش شايفه هنا. هاي ده المونيتور هنا فانا مش شايفه هنا صح. ازيكم عاملين ايه وحشتونا ومره تانية في المطبخ معانا جميله الطشاني ميسيو وانا كمان وحشتيني طبعا هي بتشوفك اكتر مني صح يعني انت اللي ما بتجيش خونه ايوه انت اللي ما مش فاضيه لنا وحشتينا نجيلك في الستات بقى حبيبتي تنوريني وتشرفيني ازيك يا جميله منورانا والوانك حلوه قوي ميرسي كل ذوق والنهارده اول رجب بنقول للناس كلها كل سنه وهم طيبين وربنا ان شاء الله نستقبل رمضان كلنا مش هيلحقوا يعملوها على الفطار لا في ناس صايمه انت عامله لنا اسمها ايه قولي انت بقى دي كفته بالبصله كفته بصله هي اساسيه في المطبخ الليبي يعني هي زي المبطن بتاعنا بس هي فيها كمون وتوم وفيها بصله اللي هو البصله احنا بنستعمل بصله كتير بنعمل البصل توصل البصل عندنا الاكل الليبي اغلبه فيه بصل مكرونه بالبصله رز بالبصله رشته يعني الحاجات دي بصله يعني بصل بصل بس هنبتدي يلا معاك هي عباره عن لحمه واحنا شغالين هاتوني مونيتور قدام الكاميرا بليز وبصل ومعدنوس الاكل ما دام بتاعك انت عشان شايفه انا مش شايفه لا ده تفيحه استاذه سمر
ملح. ليه ده كمان مش موجود؟ المكونات هي موجودة طبعا على ال قولي تاني كده. انت حطيتي بيض وبصل ومعدنوس وتوم ودحية. دحية يعني بيضة دحية. وبعدين شوية بزار اللي هو كركم بس مخلط يعني. أوكي. وهدية بهاراتنا اللي بيها اسمها حرارات او قرفة، يعني اللي ما عندوش يستعمل قرفة. فلفل حراق، شطة معنى عربي شرطة. وكمون كمون يعني كمون الحمد لله. وبقسماط مطحون او ممكن لو عندنا خبزة بايتة يعني نفركها او نحطها. هي دي طريقة الكفتة؟ دي طريقة الكفتة. طب هي طعمها حلو قوي. دقتي دي الكفتة؟ ايه الفرق بينها وبين الكفتة بتاعتنا يعني؟ لا المكونات مختلفة. ايه بقى؟ فيها توم، فيها كمون. أوكي. بس في ناس بتحط يعني في ناس تحب تحط للكفتة حاجات يعني. بس هناخد نعملها كورة. اوكي. وبعدين نحطها في الدقيق بس. وهي جواها البقسماط. هي فيها كله، والبيضة هتخليها هشة. وانت حطيتيها رشة دي ملح بس؟ ده ملح. يعني انت بتحمريها؟ بحمرها. يعني بقى هنا كده. طب ما ينفعش تتحط في الفرن؟ والله ممكن، يعني ممكن نرش زيت. وفي دلوقتي المكنة الجديدة. نعم. اير فراير. اير فراير لسه بقول لها. على فكرة الاير فراير ممكن اي حد في البيت عنده الفرن او البوتاجاز بتاعه فيه مروحة تعتبر اير فراير. والله؟ طب انت ده انت عاملاه مع رز؟ هي احنا عندنا بناكلها جنب رز جنب الاكل. هنا بتتعمل جنب مكرونه. بس احنا يعني بناكلها اكتر بالعيش. بس ثانيه واحده، انت عامله لها البصل المحمر ده ايه بقى؟ انا هقول لك دلوقتي. اجيب لك طاسه صغيره وتعلمها ولا ما عندناش؟ اهو عندنا. اوكي بقى شغله لك. خلاص بقى كده نشغل ده. ماشي. اوكي حلو. احنا هندبل البصل. اوكي نخليه بقى نقفل عليه شويه. حاضر. بيدبل يعني. طب انت حطيتيش زيت ولا حطيتي له اي حاجه؟ لا ما مش هنحط له، هناخد له من الزيت من هنا هنحط له. هنا ده اللي عامل الطعم المميز بتاع البتاع دي. الاليه حلوه. تعالى عايز يتقلب يا جميله. انا ساعد جميل. انا ساعدك يا جميله قبل ما انت تقولي لنا ال خلاص انا هحمر لك ده الحلو بقى. انت ايه الحلو؟ الاكله الثانيه الحلوه. غريبه الصخره. الغريبة دي طعمها مختلف وبيبقى طعمها مختلف شويه. دي غير الغريبة المصري اللي هي بتتناها. لا دي فيها طحينه. واحنا احيانا في ليبيا بنحط لها سحلب. السحلب بتاعنا غير اللي هو السحلب المصري. احنا السحلب الاصلي. طب انت في منه في تركيا. انت مسمينها الصخره ليه؟ عشان هي مش طريه زي شبهها. بصي شكلها عامل ازاي. شكلها صخري. اوكي نشيل دولت. انت بقى انا طلع هي كده اشيلها. هي بتقعد طبعا ازيد من كده. طب اسيبها واوطي عليها. اوطي عليها. اوطي عليها. اوكي ماشي. اوطي عليها. هنعري بس دي. اوكي نحط لها. يلا انا هوطيها لك خالص. نفتح واللي عنده طبعا ورق زبده يطلع ممكن دي. حطينا صلصه علشان الزيت. ده احنا بنعمل البصله اللي زي دي يا جماعه تتحط على الكفته. نحط فيها نفس البهارات اللي حطيناها في ال الحراق برضو. بس عشان سوير ما بتاكلش حراق. كمون. اوكي احط لك حبه زيت من هنا؟ لا عيش حياتك، لان انا مش هاكل المقلي. ليه؟ تعيش حياتك. لا على فكره مش مقليه قوي. احط حبه زيت؟ لا خلاص شيليها. احط حبه زيت من هنا؟ لا من هنا. لدي. على فكره. اوكي تمام. وبعدين في الاخر لما تستوي هنحط لها خل. اخيرا مشيه على وجود ده الطعم المميز اللي انت بتقولي عليه. هو الخل. انت لسه هتحطي عليها خل؟ خل. نيجي بقى للحل. انا عايزه عندنا الزيت. ايوه انت اتعلمتي. انا بظبط الاكله دي. ايوه ووطي عليها بعدين. حاضر.
دي طحينه. انا بلعب مع الزيت ايه ولا الطحينه العاديه اللي عندنا. انا كده كفايه زي ما انا قلت لك، لو عندك شويه سحلب اللي هو جميله كده كفايه زيت ولا احط؟ كفايه خلاص، اوطي عليها بقى وسيبيها. حاضر. الكفته نشيلها. لو سحلب وارد ليبيا او وارد تركيا غير السحلب المصري؟ لا مش يعني، هو هيزود سعرات بس زياده. ايه ايه قولي لي بتعملي ايه دي عشان طعمها حلو برضه. في ليبيا عندنا سحلب بنقول لك صب. موجود في تركيا وموجود في السعوديه ده نوع معين الصب ده؟ شجره معينه بيطلعوا منها القصب اللي هو ايه بالمصري يعني؟ سحلب. بس السحلب طعمه مختلف. مختلف شويه. فين ده هو؟ لا مش موجود. هي حطت مكان بيحط. اوكي الحمد لله. انا حطيت الزيت والطحينه والسكر. هنقلبهم كويس، وبعدين حطيت مكسرات. بصوا اجيب لك شويه ملح عشان الناس تشوف. لا بالهنا والشفا. هاتي علشان لو شكل. لا افتكرت ان الكاميرا هنا. هنحط بقى خلاص كده قلبنا. انا البصل كده انا ما احطش الزيت تاني متاكده؟ لا وطي بقى خالص. وطيته خالص. خالص هنحط بقى الدقيق اهو، ما زودتش تاني. لا هنحط خل بعد ما تدبل البتاع دي. ايه هي؟ البصل، الصلصه. يعني انا احط خل دلوقتي؟ خل؟ لما تستوي. طيب ماشي اعتبر ماشي، لسه عندنا وقت. انت بتعملي ايه بقى عندك؟ ايه انا بعمل بقى الغريبه. ايوه احنا بقى بنخليها ناشفه شويه عشان نعملها زي الصخره. فاهمه ازاي؟ فهمتك. اجيب لك بقى الطبق بتاعك ده. الغريبه بتبقى ناعمه قوي، بتبقى دافئه. دي كويس انت حتى مش حاطه سكر كتير. لا ما فيهاش سكر كتير يعني. احنا ممكن نحط شويه زيت. حاسبي بقى عشان هنقل الزيت ده اهو كده. مش عايزه توم، مش عايزه حاجه هنا. لا خلاص حطينا خلاص. وانا كده ظبطت. انا دقت، بس انا اول مره اعرف انها بتتعمل بالطعم الطحينه فيها. بس تحفه طبعا، والاكثر تحفه هو الكفته. سهير انت مالكيش طبعا يا حبيبتي، انا عارفه. لا بالهنا والشفا. عندك مشكله مع الغريبه؟ هبقى ادوق واحده. تحفه. نعملها كور كده ومن مش ماليهاش شكل محدد. انت عارفه الصلصه اللي حته البصله دي والبتاع، عارفه لما يبقى بتاكلي كشري والصلصه بتاعتك؟ عشان على فكره الكشري فيه على فكره ممكن نعمل البصل اللي بنحطه على الكشري بالطريقه دي. يعني بنحط فيه شويه خل في الاخر، يعني نحمصه كده. احنا بنحط في الصلصه بتاعت الكشري خل في الصلصه في الدقه. لا ايوه الدقه، لكن انا بتكلم الناس بتاكل كشري برضو بالبصل. البصل بيبقى متحمص. طبعا اللي هم عايزين ما يبقاش فيه سعرات حراريه بيعملوها بدقيق كده في الفرن من غير زيت. لكن لو حد عايز يعمل لها كده ويحط عليها الغريبه دي تقعد قد ايه في الفرن بقى؟ على 160 مده نص ساعه، وبعدين تطلع وبعدين ترش لها سكر. بخليها تبرد خالص، ما نجيش بحداها لانها بتبقى طريه ما تقدريش تشيليها، لازم تبرد نهائي لان الطحينه ناعمه فبتخلي الغريبه ناعمه وهي طالعه من النار. يعني هنا السر في الاكله دي الطحينه، والسر في البصل ده الخل. الخل احط خل كده؟ ممكن نحط الخل ده على الخل. طريقه البصل على الجميلة. ايوه حطي بقى الخل ونطلع بقى طبق ممكن نغرف فيه. اوبا نجيب لك طبق صغير تغرف فيه كده. الله. جاهز يا باشا؟ ممكن بقى نحط عليها كده. ماشي بقى حطي. حطي على كل واحدة بصل. والله يا مفيدة وبقيتي بتطبخي ليه دي. شفتي؟ كل ده عشان بتطبخي. كل ده عشان بحط الطبق. والله مش عارفة انا بتطبخي. مش عارفة. خلاص كفاية. استني بس عشان انا بحب الموضوع طبقي. طيب هتاكليه؟ هاكل امه مش لوحده. ممكن بقى في الغريبه دي وانا جايه فكرت فيها، ممكن نحط قطعه حلاوه طحينيه كمان يعني عايز بس هي اصل هي طعمها لو دوقتيها. طب ممكن تدوقي؟ هدوق والله واحده. ايه واحده هدوق.
هي شوية. فيها طعمها لما بتاكليها تحس ان فيها حلاوه طحينيه. اه بس أوه. هي أوه. عشان الحلاوه من السمسم من الطحينه. فهي هي نفسها بتدوق من كل حاجه. استني، كان في كفته انت بتعمليها لنا بعين الجمل، كفته لحمه. لحمه بس بنزوقها بعين الجمل. لا لا، كان بتبقى جواها عين الجمل. ممكن الحشوه. حشوه جميله. بص، هو طعمه كله طحينه تحفه، ومش وانشف شويه من الغريبه اللي عندنا. انشف انشف سنه لا انشف كتير. بس انت ايه رايك؟ كتير لا، الغريبه نعمه جدا. طعمه مختلف. لا طعم حاجه تانية يعني. احنا ممكن في العيد ان شاء الله نحط شويه مع الغريبه شويه طحينه نشوف. لا ممكن نعمل شكل وشكل. لا دي تركيبه تانية، دي غريبه ودي غريبه. هو فاهمين دي قانون للاكل. احنا ممكن في غريبه تانية بالشوكولاته. لسه الاستاذ هاني كان شنوده كان قاعد يشرح لك، بتغيري كده العناصر بتاعت الحاجه تديكي النتيجه حاجه تانيه. لا طبعا ايوه، لما بعمل الغريبة المصري هي عبارة عن زبدة وشوية دقيق، صح كده؟ بس سمنة برضو. السمنة مهمة. سمنة كتير. واحط معلقة من الطحينة. لا طب ما نعمل مصري، نعمل غريبة مصري وليبي. ونعمل غريبة بالدي وفي غريبة بالشوكولاتة وفي غريبة بالفستق. لا عايزة اتكحك يعني. يعني ان شاء الله كده. الغريبة اللي بالفستق دي عظيمة. يعني احنا ممكن بقى الطبق بتاع رمضان العيد يعني نخليه مثلا طبق كله غريبه وانواع الغريبه. بس يعني حلوة. ما نبقاش هي الغريبه المصريه اللي هي بتاعتنا، النوع واحد يعني. او نوع واحد أنواع نغير بقى. واللي يدوق نقول له دي غريبه تركي ودي غريبه ليبي ودي غريبه مصري. نعمل له وصف تفصيلي. ولو انا عارفه حاجه انا اللي عاملاها. ايه؟ بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. طب دوق يا سهير. يعني الدايت مش لازم النهارده. لا لا مش دايت، هدوق بعد شويه. هي بيسموها كفته طرابلسيه، يعني في اهل طرابلس كلهم بتتعمل، وبالذات ليله العيد. يعني ليله العيد الناس كلها بتعمل سمنه بقى مع رز. تفطر ممكن انا النهارده مقدمها مع رز. قلت انتوا بقى بتبقوا جعانين. أيوة. فممكن ناكل رز وممكن عيش. يعني احنا العيش اساسي في ليبيا. يعني الخبزه ممكن الكفته دي نعمل لها صلصه، بس الصلصه اللي هو الطماطم مش صلصه صلصه. احنا بنبعد عن الطماطم. يعني احنا دي اكلات خلينا بقى الطماطم في حاجات تانية. بس مش شرط. يعني احنا بنعمل كمان كفته اللي بالطحينه، حلوه جدا كفته بالطحينه. كفته في طحينه ومش مقليه. احنا هنعمل كل حاجه بس انت تيجي ان شاء الله. وانا ان شاء الله يعني قبل رمضان ان شاء الله نيجي نعمل افكار لرمضان. يعني نسوي الكفته في الطحينه. يعني بتحطي بتعملي كفته عاديه جدا، تفرديها في الصينيه، تعملي طحينه كاننا هناكل طحينه بالليمون والخل والميه وتسقيها بيها وتدخليها الفرن. تبقى ليها طعم. نجربها دي. نجربها مع طعم ان شاء الله. نورتينا وشرفتينا يا أنا احمد أكثر. يا اجمل جميله. انا اكتر بشكرك. ميرسي سهير. هتقولي كل جمهورنا شكرا يا جميله. وشكرا لكل ليك. الناس الجميله اللي بتتفرج علينا، كل الليبيين اللي بيحبوكوا كمان، كل الليبيين تحيه خاصه. جدا جدا كل سنه وانتم طيبين، وكل الناس كل سنه وانتم طيبين. اول رجب نشوفكم على خير. تحياتنا لحضراتكم، تحياتنا لكل جمهورنا في الوطن العربي، ليبيا بالاخص، لان معانا جميله التشاني. ونشوفكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده وست